تغاري عليه؟ أنا ما بخاف. ما بتغار. أنا بلا بغار. أنا مش قادر أغير وضعي. على المسرح أنا هبة الوحشة. صعب كتير تلاقي هيك موهبة. عندها هبات أكتر ما إنه هبة. هيدا زمان مش عاجبي فالسو. ما بعرف انا انه جوزه حكيم لالي. جوزه حكيم ومع جنرال عم بيقولوا عم بتبكينا وتضحكنا بنفس الوقت. كل دقيقه واحد قاعده بالسجن هو بصير يتمنى الموت. ليش فجاه اختفيتي؟ كنت عم بعمل كروشيك. على طول في حديث عن علاقه غرام مع اسامه الرحباني. ما انا ايش عم بشعر. حديث البلد الخميس 9:30 مساء على MTV.